السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملف التمريض عبارة عن إيه؟ عبارة عن ملف فيه الإعدادات مظبوطة، يعني أسامي الليارات مظبوطة، تمام؟ بدل ما تدخل ما تلاقيش ليارات فتبدأ تظبطها. البلوكات موجودة، أول ما أقول له إنسيرت ألاقي البلوكات موجودة هنا في القايمة. الإعدادات بتاعة التكست مظبوطة. لما بظبط ملف بالإعدادات دي كلها وأحط مثلا اللاي أوت اللي أنا هشتغل عليه مثلا أو الفريم بتاع الشركة، باجي هنا أقول له فايل سيف أز تمبليت. أعمل تمبليت مثلا باسم OAS1 وقول له سيف. بيقول حط وصف ليه، بقول مثلا ده 7 شركات كذا كذا كذا، واحد القياس اللي انت تشتغل بيها، الليارات. دلوقتي اقول له اوكي، بيروح مسيف. وده دلوقتي دي دبليو تي، يعني احنا الكود العادي بتاعنا دي دبليو جي، تمام؟ فلما هاجي اشتغل بعد كده هقفل دوت، بقول له ملف جديد نيو، اختار الملف الدي دبليو تي اللي انا عايز اشتغل عليه وليكن مثلا دوت، بيتفتح. لو انت فتحت مثلا كل واحد فيهم بيبقى ليه الاعدادات الخاصه بيه، يعني مثلا ده خاص بالازومتري، ده خاص بال3 دي وهكذا، تمام؟ ممكن تعمل واحد خاص مثلا بشغل التكييف، واحد خاص بشغل الفاير، واحد خاص بالمعماري، واحد مثلا خاص بشغل اللي انت بتعمله شركه معينه وهكذا.